نروح لموضوع مهم جدا جمانة. اليومين اللي فاتوا دول في كلام على نوة اسمها نوة الفيضة الصغرى. ايه قصة نوة الفيضة الصغرى؟ هي واحدة من النوات الشديدة جدا اللي بتحصل في فصل الشتاء، بيصاحبها أمطار، بيصاحبها طقس بارد جدا، انخفاض في درجات الحرارة. على ذكر هذه النوة، في مجموعة من المتخصصين في مجال التغيرات المناخية والطقس شايفين إنها قريبة الحدوث في مصر خلال اليومين اللي جايين. إيه الحكاية؟ ممكن تحصل إزاي؟ إيه التداعيات والأثار؟ إزاي ممكن نواجه هذه النوة؟ تفاصيل كتير هنعرفها جمال. بكل تأكيد يا محمد، خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نورة دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. وقبل ما نتكلم عن نوة الفيضة الصغرى، يعني لو حضرتك تقول لنا إيه المفهوم العلمي للنوة أصلا يا دكتور؟ يعني إيه نوة؟ صباح النور يا استاذ جمانه، استاذ محمد، صباح كل المشاهدين والمتابعين عبر المصريه الفضائيه. الحقيقه طبعا معنى نوة دي الصيادين زمان قديما كانوا بينزلوا البحر، فكان عندما يحدث تغير وسوء احوال جويه بيتوقفوا عن الصيد، وبالتالي كان هناك بعض حالات عدم الاستقرار اللي هي بنسميها النوة. البحر بيضطرب، بترتفع الامواج، تسقط امطار، هواء بارد شديد البرودة، وبالتالي النوة بتسمى من خلال الفصل المناخي. يعني احنا عندنا نوة السلوم، نوة الحسوم، نوة الربيع، في اكثر من 17 نوة موجودة على مدار العام، كل نوة لها خصائص بتاعتها. يعني نوة الخماسين هذه مرتبطة بفصل الربيع وفصل الخماسين والرياح المدربة وليست الامطار. نوة رأس السنة الميلادية، ودي بتبقى في ليلة رأس السنة من 31 حتى 2 يناير، وبتبقى نوة لها برودة ولها أمطار، وقد تكون أمطار رعدية والأمطار تكون غزيرة أحيانا. نوة الفيضة الصغرى أو الفيضة الكبيرة، نوات بتبقى في النصف الأولاني من شهر يناير حتى 15 يناير على مراحل ما بين 5 ل 7 ومن 10 ل 12. هذه النوة بيبقى فيها أمطار رعدية غزيرة جدا، والبحر بيفيض بالمياه عن الشاطئ لدرجة أنه ممكن يطلع بره الشاطئ على الطريق. فهذه النوات هي نوات من خلال معرفة الصيادين، لكن علميا هناك حالات عدم استقرار من خلال صور الأقمار الصناعية، من خلال الخرائط الطقس والمناخ السطحية والعلوية، من خلال المخابرات المتخصصين بيدرس الحالة استدي كيس، حالة متخصصة قبليها بأربع خمس أيام، والنو كاستنج والتنبؤات بتشير إلى أن في حالة عدم استقرار هتحدث النوة دي. طب مش هتحدث، نفهم من حضرتك يا دكتور قطب، يعني نفهم من حضرتك عفوا المقاطعة، أنه النواة مش مرتبطة فقط بفصل الشتاء، يعني لا، مرتبطة بمواسم مختلفة على مدار العام مش بس في فصل الشتاء. هل ما يحدث من تغيرات مناخية يعني بيشهدها العالم كله بتأثر في طبيعة النواة وشكل هذه النواة وتأثيرها؟ بالتأكيد، بدليل أن نوة رأس السنة ما حصلتش. وعلى ذلك أنا بقول لحضرتك ممكن النواة لا تحدث تماما، والنواة قد تحدث بنسبة 20%. يعني إحنا مثلا متوقعين كانت رأس السنة الميلادية أن النواة هيكون فيها برودة شديدة وأمطار، لم تحدث ذلك. والنوة بتخص الساحل، البحر، قد تمتد بعيدا عن البحر وتشهدها المدن القريبة منها زي الوجه البحري والقاهرة، وقد لا تشهدها تماما البحر ولا التغيرات الجوية، وقد تحدث فيها عناصر. يعني مثلا هو المفروض في عناصر مختلفة، عنصر الأمطار، عنصر البرد والرعد، كمية حدوثه مثلا بنسبة 20%، طب حصل بنسبة 50%، يعني إيه؟ كان الرعد والبرد قوي جدا، يبقى هي قوية، إذن هي مرتبطة بالتغيرات المناخية. ولذلك حتى الآن النوات لم تحدث بالشكل الطبيعي المعلوم لدى العلميين ولدى الصيادين. إذن إحنا بنعتمد ليس فقط على معاد النوة، ولكن بنعتمد أيضا على الدراسات والبحوث العلمية والتغيرات المناخية اللي بتشير إليها. فالتغيرات المناخية بتشير إلى عنف في الظواهر الجوية في مناطق، وفي مناطق تانية لا تحدث ظواهر جوية مثل ما يحدث الآن في أوروبا. ومنذ أسبوع أوروبا تعاني أشد المعاناة، صحيح، من برودة شديدة وصقع وأمطار وفيضانات ودرجة حرارة منخفضة، وصلت في الصين إلى أقل من 35 درجة تحت الصفر ولمدة أكثر من 25 يوم، في حين أن المنطقة العربية بتعيش أجواء شتوية دافئة إلى حد ما وجافة إلى حد ما،
وان كانت ظاهره الشبوره ما هي الظاهره المؤثره على معظم محافظات مصر الشماليه. طب دكتور، بالعودة مرة أخرى لنوة الفايدة الصغرى، زي ما حضرتك تحدثت كل نوة بيكون ليها خصائص مناخية تمام. خاصة بيها، لو هنتكلم عن الفايدة الصغرى تحديدا، إيه الخصائص بتاعتها؟ عناصر المناخ بتشتمل عبارة عن حرارة، رطوبة، رياح، سحب، أمطار. نوعية الأمطار في منها أمطار خفيفة، متوسطة، شديدة. الأمطار فيها أمطار رعدية وأمطار غير رعدية. الأمطار ممكن في الفايدة الصغرى بتقعد 3 أيام مصاحب لها أمطار رعدية، وكميات الأمطار عندما تسقط بتسقط في البحر نتيجة لمنخفض جوي. المنخفض الجوي بيصاحبه رياح شديدة وبالتالي بتكون عنيفة وبتؤدي إلى ارتفاع الموج في البحر قد يتجاوز الأمطار، وبالتالي هنا الناس الصيادين ما بينزلوش البحر. فهي بتبقى علامات موجودة، ولكن كان قديما لا يشعر بها إلا قبلها بيوم. النهارده ومنذ بدء استخدام البحث العلمي والأرصاد الجوية المصرية لديها الإمكانيات التكنولوجية من صور أقمار صناعية، من محطات رصد آلية، من محطات رصد طبقات جو عليا سطحية زراعية ساحلية، أدت إلى إمكانية التنبؤ بمثل هذه النواة تمام. من حدوثها أو عدم حدوثها أو كمية حدوثها أو فترة حدوثها الزمنية. وبالتالي حتى الآن إذا كنا بنتكلم، إحنا النهاردة يوم 5 يناير، لم تشير الخرائط إلى عنف هذه نعم. الظاهرة في جميل. حدوثها، طيب. بل هي متوقع تكون حدوثها، تأثيرها محدود حتى طيب. الآن، إذا والخرائط بتغير صحيح. من وضعها الطبيعي كل 24 ساعة. طب إذا حدثت هذه النوة، نوة الفيضة الصغرى خلال الأيام المقبلة، دكتور قطب، يعني توقعات حضرتك ما هي المحافظات اللي ممكن تتعرض بشكل قوي لهذه النوة إذا حدثت بالفعل؟ النواة إذا حدثت بالفعل هيكون تأثيرها الأول على المدن الساحلية تماما، الإسكندرية، مطروح، السلوم، في الشرق بورسعيد، تمتد تأثيرها إلى شمال الدلتا، كفر الشيخ، الدقهلية، قد تصيب أيضا بعض المدن في شرق الدلتا وغرب الدلتا في البحيرة، ولكن القاهرة نصيبها منه ضعيف جدا. إذا وصلت للقاهرة فأمطارها متوسطة إلى خفيفة. بنشكر حضرتك دكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، كنت معانا عبر زوم، وصباح الخير على حضرتك.